نفس ما تفضل مهندس وائل ابو يوسف، بخصوص انه راح يكلف الدوله اكثر من ما هم يتصورون. اللي وافقوا وباركوا على الموضوع وهم ما يدرون لحد الان شنو نتائجه على عمليه الفصل. اول المتضررين في الموضوع اللي هو الطالب. احنا موجودين في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي مكملين بعض، اخواننا اعضاء هيئه التدريس ومن اخواننا اعضاء هيئه التدريب، احنا موجودين. الهم الاول او الاساسي اللي هو الطالب ياخذ من تدريب وتعليم ونهيئه لسوق العمل. فلما انا اجي افصل بالفتره هذه، هل الطالب هذا اللي ينتسب للكليات اللي موجوده عندنا، باستثناء نفس ما تفضل اخوي وائل بالنسبه لكليه التربيه الاساسيه والكليات الثانيه اللي تخرج الدبلوم اللي هو المساعد المهندس اللي تخرج وياخذ من ديوانك الخامسه وثلاث علاوات، هل هذا الطالب اذا انا فصلته يتجه للمعاهد تمام، ولا يتجه للجامعه التطبيقيه اللي هم قاعد يتعشمون الفتره الجايه؟ احنا نتمنى بالعكس تكون في جامعه تطبيقيه تمام. اللي حاصل الحين احنا نتمنى من اخواننا اللي قاعد يسعون لعمليه الفصل انه بالاساس يحاولون يسوون عمليه غربله للهيئه العامه للتعليم التطبيقي بالبدايه، يعرفون شنو النواقص من مخرجات تعليم، من اهتمام في الطالب، من احتياجات الاقسام العلميه. اللي حاصل بالفتره الحاليه ان هم قاعد ياخذون قرارات للاسف بدون لا يرجعون للهيئه الاداريه والهيئه اعضاء هيئه التدريب اللي هم موجودين في الكليات، لانهم ممثلين في تقريبا 700 او 700 وشوي مهندس وائل، 720 مدرب في كليات الدراسات التكنولوجيه والكليات الثانيه.